مشغولين ومناسبات و... دور لك خويا بس يا ابو سعود. ها والله حاني تلمس. دور لك خويا. حتى السبت دور لك خويا. جايناه. لا بختان الظاهر بيمشي الليله، الظاهر او بكره. يمشي الليله يجي يوم الاحد. انا والله ودي اعتمر لكن ما يمديني. صحيح. ولا والله في خاطري العمر. عندنا لا انت بتروح يا رجال خذنا انها نسمني الخميس ولا الجمعه وروحنا. وين يعني يم الجنوب؟ لا بنروح الى مكه ناخذ لنا عمره. والله انا باخذ العائله معي. بالله. والله باخذ عائلتي معي يبغون العمره من زد لهم وقت هم بلشين. والله معك حق. والله انه زحمه بس الانسان يدي العمره ويمشي. انا قلت بارك الله فيك الاسبوع القادم انسان ابو عبد الله يعني بيتفيني يوم الربوع. فانا إيه؟ طال عمرك ليه خلصت من يوم السبت لاني بغيب ما عندنا الا سلمان بيغيب الاسبوع القادم ما عنده مشكله. إيه؟ قلت اروح يوم الاحد برجع ان شاء الله يوم الربوع. يا الله التوفيق. هو طلعت النتيجه حقتها. يا ابشرك الحمد لله. شاوروا بين ما شاء الله. ما شاء الله كلهم سلام ورحمه الله وبركاته. يلا حي والله الحمد لله يعني السنه هذه كلهم لا ابشركم شادين حيلهم والله يوفقهم الله يوفقهم الله يوفقهم. وش كنتوا تناقشون فيه؟ ما خلينا شيء ما تناقشنا فيه. أعطونا سالفة. أول شيء أنا تسمحوا لي أحكم؟ إي نعم. أحكم. أحكم؟ مطلوب منك يا أبو سعيد قصة وقصيدة إن أمكن. إي. مطلوب منك يا شويب قصتين. ثنتين. مطلوب منك أبو صالح قصة. مطلوب منك أبو مشبب قصة. حاضرين. مطلوب منك أبو سعود قصتين. أو إيه يا أخو. ليه انا قلت حكم قلت حكم تلك اذا قسمه تنظيمه ابشر بسعدك ولو بغيت خليها والله انك وافي انتم رشدتوني ولا لا هذا حكم اقول مطلق اللي جاهز منكم يبدا اللي قصته جاهزه يبدا والله انا فيه في قصيده اسلم طبعا المملكه العربيه السعوديه منذ الازل وهي مع القضيه الفلسطينيه قلبا وقالبا احسنت وبحكم الان وجود المؤتمر الاسلامي العربي في الرياض طرت علي قصيدة لما شاركت القوات السعودية في حرب 47 يا سلام عام 68 66 هجري وهي لمحمد الأحمد السديري أبو زيد يا سلام عليه رحمة الله يوم يقول بنت يلي تخطى في تمدريها الحذر لا يغرت بعض الأزوالي لا يغرت هروجه يوم يفضيها مثل بعض التنك يبرق على الخالي شوفت ديارنا معاد نطريها لين نشرب من المتدر وزلالي والحرايب نولعها ثم نطفيها شاربين لبنها قد ما لبهالي يا حرار تكافخ يم داعيها يم فلسطين تبغي صيدها جزالي ورجعنا بحياة نهتني فيها ونهفينا نفوز بمنزل عالي طارش يم نجد هو هاليها رد مني سلام حالي مبالي والمحارم نخليها لواليها يعتني بالمحارم ربنا العالي وسلامتكم سلام بيض الله وجهك راح مشاركه وباقي الثانيه هذه والله البلشه لا ثنتين هو شوي بجازيهم انا عليهم مشاركتين مشارك. مطلق مطلق يا ابو عبد الله مطلق يقول سالم رضينا ابك توكلنا على الله نروح نرجع لك ابدا مستعد روح وارجعوا حد جاهز ولا تفضل يا ابو سعيد يلا قبل القصص عندي مداخله بسيطه طيب تفضل مساله فقهيه يا سلام لعنا نستفيد كلنا منها جزاك الله خير يا سلام جزاك الله خير والله زين العبادات توقيفية يعني محددة أحسنت ما تستطيع تقدم ولا توخر ولا تزود ولا تزود ولا تنقص أحسنت